فتح باب التسجيل امام فيا نوفنسي في الدقيقه الرابعه عن طريق تسديده قويه لداني الفيش. طبعا الحارس يتحمل مسؤوليه كبيره في هذا الهدف. فونتس كان ايضا شارك في هذا الهدف الثاني بعد خطا. اذا الدقيقه 21 واخوان فران بلانكيث يسجل الهدف الوحيد التاريخي الذي ربما يحفظ ماء وجه فريق فيلا نوفنسي بهذه التسديده القويه. بعد ذلك في الدقيقه 31 ساندرو يسجل هدف البارسا الثالث والثاني له بعد تمريرات ايتور. التمريره كانت ممتازه اذا. وبعد ذلك هذه مراوغه وهدف يحسب لساندرو الذي تألق الليله بحيث سجل ثلاثيه. لكن الاهم بالنسبه لنا هو الهدف الذي سجله منير الحدادي، وذلك بهذه الكرة الرأسية في الدقيقة 51. وبعدها ساندرو يعمق الفارق إذا مسجلا الثلاثية هاتريك لصالحه، وأيضا الهدف الخامس للبارسا. الهدف السادس جاء من منير الذي استيقظ إذا أخيرا، ويبدو أنه استعاد كل الثقة وسجل الهدف الثاني له والسادس للبارسا في الدقيقة